الفصل الثاني عشر، أخطر معارك عقبة. إعادة تنظيم الجيش. لبث عقبة بضعة أيام في القيروان يعيد تنظيم الجيش ويرتب الميمنة والميسرة والقلب، حتى أصبح الجيش على أهبة الاستعداد للفتح. عقبة يحدث أولاده عن الجهاد، وفي الليلة التي حددها عقبة لبدء الفتح سهر حتى ساعة متأخرة من الليل مع أولاده يحدثهم عن الجهاد والاستشهاد. قال لهم فيما قال: إنني قد بعت نفسي لله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر بالله. ثم أوصى بما يجب أن يفعلوه بعده، ولما أذن المؤذن لصلاة الفجر قام وأدى الصلاة، ثم قبل أولاده وركب جواده وانطلق أمام الجيش متجها إلى الزاب، وهي المدينة التي يطلق عليها اسم قسنطينة اليوم بالجزائر. وقبل أن يغادر القيروان استخلف عليها زهير بن قيس البلوي في 5000 من الجند. حماسة عقبة للجهاد رغم كبر سنه. رفع عقبة شعلة الإسلام التي أضاءت من برقة حتى القيروان مرة أخرى، وتهيأ لليوم الموعود الذي يتم فيه افتتاح إفريقية وتعلو راية الله فيها. لقد استبعد من ميدان الجهاد 7 سنوات وادع خلالها العقد السادس من عمره، ومع ذلك ظل متوقد الحماسة لخوض المعارك في سبيل الله. إنه الآن في 62 من عمره، وقد أمضى معظم حياته إما رائدا دينيا يعلم الناس شؤون دينهم، وإما مجاهدا في سبيل الله يفتح المدن والأمصار ويعلي كلمة الله في الأرض. شمس الإسلام لا تغيب أبدا، وحانت منه نظرة نحو المشرق فوجد الشمس تتهادى بأشعتها الذهبية رويدا رويدا، وتلف الكون في غلالة من النور. فقال يحدث نفسه: إننا نحمل إلى العالم شمسا لا تغيب أبدا، إنها القرآن. شمس الإسلام، شمس المثل العليا والأخلاق الفاضلة، إن هذه الشمس لا بد أن تسطع في كل مكان. إن ليل الوثنية قد آذن بالزوال. أثر الفتح الإسلامي في حياة البربر. ثم نظر إلى الضباط المسلمين الذين أمسكوا بأعنة خيولهم ووقفوا في مقدمة الجيش ينتظرون الإذن لهم بالتحرك، وقال لهم: لقد جئنا هذه الأرض وكانت تموج بالظلم، وكان أهلها يرصفون في قيود الاستعباد البيزنطي ويبيعون أولادهم ليدفعوا الضرائب لسادة الرومان، فحررنا القبائل من الحكم البيزنطي وجعلنا الناس سواسية في الحقوق والواجبات، وأدينا للفقير حقه من مال الغني،
وعوضنا الأجراء عن سنوات الظلم والإكحاف، فأصبح الأجير يأخذ أجره قبل أن يجف عرقه كما أمرنا الإسلام. ونحن يا معشر المسلمين على أبواب معارك دامية، فلنكن فيها أشداء على أعدائنا، رحماء بمن يسالموننا ويدخلون في دين الإسلام. انطلقوا على بركة الله. الفصل الثالث عشر: معركة المصير. الزحف إلى أدنى. إن الزاب على بعد أميال من جيش عقبة، وإن سكان أدنى عاصمة الزاب قد علموا بزحف عقبة، فقرروا أن يدافعوا عن مدينتهم إلى آخر جندي منهم. استعداد أهل أدنى لمواجهة الجيش الإسلامي. احتشدوا خارج أدنة في مكان اسمه وادي سهر، وكانوا يعدون بعشرات الآلاف، وقد قسموا كتائب يقود كلا منها ضابط من خيرة الضباط في الروم والبربر. إنهم يعلمون خطورة هذه المعركة، إما أن يثأروا من المسلمين ويقضوا عليهم، وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم إلى الأبد. كان تصورهم لهذه المعركة بالغا، مما جعلهم يحشدون كل رجالهم تقريبا، ويحشدون في نفس الوقت جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة المسلمين وشد عزائمهم في هذا الوقت الرهيب. عقبة يشعل الحماسة في الجيش، وكان عقبة في الجانب الآخر يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة، فألقى في المجاهدين كلمة تنبض بالإيمان والعقيدة وتتألق بالعزيمة والبأس. قال للجيش المتأهب للقاء الروم والبربر عند مدينة أدنى: لقد نصر الله المسلمين ببدر، وكانوا قلة في العدد والعتاد، وهزم المشركين رغم أنهم كانوا يفوقون المسلمين عددا وعدة، كما أن الله نصر المسلمين في معركة اليرموك، وكان جيش المسلمين ضئيلا إذا قورن بجيش الأعداء. فاصبروا وصابروا ولا ترهبكم كثرة أعدائكم، إننا جئنا هذه الأرض ونحن لا نزيد على عشرات من الرجال، ثم خضنا عشرات المعارك أمام عدو يفوقنا أضعافا مضاعفة، ومع هذا كتب الله لنا النصر وأنزل الهزيمة بالأعداء، وأصبحنا بحمد الله جيشا يهز البلاط البيزنطي في القسطنطينية ويروع ما بقي من بطارقة الروم. هزت هذه الكلمات المشرقة مشاعر المسلمين، فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراء القائد الكبير صوب مدينة أدنى. الرعب يسيطر على نفوس الأعداء. كان الروم والبربر
قد عسكروا على بعد أميال من المدينة منتظرين الجيش الإسلامي، وكلهم إصرار وتصميم على خوض معركة عنيفة. وبينما هم في معسكرهم إذا بهم يلمحون غبار الجيش الإسلامي يسد الأفق من بعيد، ويبصرون بريق الأسلحة يتوهج في الفضاء، فطاف بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فتزعزعت ثقتهم في أنفسهم، وبدأت حماستهم تفطر شيئا فشيئا. تشجيع نساء العدو لجنودهم. وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب، فراحوا يبثون فيهم الحمية ويشجعونهم على قتال المسلمين. تسلل فريق من الضباط الروم ناحية النساء وأمروهن أن ينادين في الجنود بالتحفز، وعلى الفور تعالت صيحات التشجيع من النساء: أن تقدموا يا جنودنا، يا رجالنا، يا حماتنا، دافعوا عن أرضكم، عن عرضكم، عن أموالكم، لا تكونوا لقمة سائغة للمسلمين. النصر يتحقق للمسلمين. التحم الجيشان في قتال دام مرير، وقد أظهر عقبة في هذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب أعدائه من الرعب، وأبدى المجاهدون المسلمون في هذا اليوم كل مهارتهم الحربية وكل ما عرفوه من فنون القتال، حتى تقهقر الأعداء وفروا هاربين إلى مدينتهم تشيعهم صرخات النساء، ووراءهم خيل المسلمين وجند الله يرمونهم بالموت ويلحقون بهم الدمار. غنم عقبة وجيشه من هذه المعركة مغانم كثيرة، وأنهى مقاومة البيزنطيين تماما، واطمأن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقه حتى طنجة قد أصبح أمرا ميسورا. استراحة الجيش قبل السير إلى طنجة. طلب عقبة إلى جيشه أن يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة، ولم تكن الراحة بالنسبة له إلا أداء الصلاة شكرا على ما منحه من نعمة النصر. الفصل الرابع عشر: الزحف على طنجة. اعتصام أهل تيهرت بمدينتهم. بعد أن استراح المجاهدون يوما وبعض يوم، نادى فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا تجاه طنجة، وكانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصى اتقادها في نفوسهم، ولكنهم قبل أن يبلغوا طنجة وجدوا في طريقهم مدينة تيهرت، وكانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم، فخشي أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الأخرى، وكانوا أشد منهم قوة وبأسا، لذلك
قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأسوار. تسليم مدينة تيهرت للمسلمين. عندما وصل عقبة إلى هذه المدينة وجدها مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. أدرك عقبة في هذه اللحظة أن الروم والبربر لا قبل لهم بملاقاته في هذه المنطقة، وأن الله الذي أتم عليه نعمته بالنصر قذف الرعب في قلوب أعدائه، فحاصر المدينة بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع. مواصلة عقبة للجهاد في سبيل الله. تسلم عقبة الضريبة من ملك تيهرت ونظر إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني أجاهد في سبيلك، فأعني على مواصلة الجهاد. ثم أمر الجيش بالانطلاق إلى طنجة، وكانت كل البلاد التي سيمر بها قد دخل أهلها الإسلام، فما إن علموا بتقدم عقبة حتى خرجوا مهللين مكبرين يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والأسلحة. وفضلا على ذلك تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيش عقبة للجهاد في سبيل الله. ترحيب ملك طنجة بعقبة. أما طنجة التي كان عقبة وجيشه على بعد أميال منها، فقد خرج ملكها واسمه يوليان الغماري في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به، لأن هذا الملك كان لا يضمر شرا للمسلمين ولا يناصبهم العداء. وفي قصره المطل على البحر استضاف عقبة وعددا من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة، وأعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. قرأ عقبة في نفسه قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نصيحة ملك طنجة لعقبة. ثم التفت إلى يوليان وقال له: إن البلاد الواقعة من برقة إلى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام، وإن تفكيري الآن متجه إلى فتح الأندلس وجعلها دولة واحدة مع المغرب. قال له يوليان: إنني أنصحك بعدم الاشتباك مع القوط، لأن قواتهم تفوق قواتك آلاف المرات. وإن كنت تريد مواصلة فتوحاتك فأنصحك بفتح السوس الأقصى والأدنى، إن سكان هذه البلاد من البربر، وأنت قد خبرت البربر في كل حروبك وتعلم كيف تنتصر عليهم. الفصل الخامس عشر: فتح السوس. عقبة يعمل بنصيحة يوليان،
سكت عقبة هنيهة بدا عليه خلالها أنه اقتنع بكلام يوليان، وفعلا أمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى. انطلق الجيش الإسلامي يتقدمه عقبة القائد المظفر حتى وصل إلى مشارف مدينة وليلة، وهي تقع غرب فاس الشمالي وتسمى اليوم قصر فرعون. هزيمة جيش السوس الأدنى. أرسل عقبة من يدعو أهل المدينة إلى الإسلام، ولكنهم رفضوا وصمموا على قتاله، وكانوا من الكثرة بحيث لا يتوقعون الهزيمة أبدا. لكن متى كانت الكثرة تغلب جيوش المسلمين؟ إن الجيوش التي هزمها عقبة تزيد على جيشه آلاف المرات، ولهذا ما لبث عقبة بعد عودة رسوله حاملا رفض البربر دخول الإسلام أن أمر باقتحام المدينة، وسرعان ما هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات، فر بعدها البربر مهزومين. عقبة يتجه إلى السوس الأقصى. كان من الطبيعي وقد هزم عقبة البربر في السوس الأدنى هزيمة ساحقة وغنم منهم مغانم عديدة أن يتجه إلى السوس الأقصى ليكمل عقد انتصاراته في المنطقة ويرفع عليها راية الإسلام. لم يكن سير جيش عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة لأهله، لأنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى، ولذلك كان استعدادهم كبيرا سواء في العدد أو العتاد. حشدوا حشودهم أمام أسوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة لهم، حتى إذا ما لمحوا الجيش الإسلامي مقبلا تسبقه أصوات التهليل والتكبير، تقدموا للقائه وخاضوا معركة دامية أذاقهم فيها عقبة وجيشه أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم. أراد البربر أن يعتصموا بمدينتهم ويتفادوا ضربات المسلمين، ولكن المسلمين كانوا أسرع منهم إلى المدينة، فقد ملأوا شوارعها بخيولهم واستولوا عليها. نتيجة المعارك التي أدارها عقبة. أسفرت المعارك التي أدارها عقبة بمهارة عسكرية وعبقرية حربية عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين.